سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحة معزة عليكم. اليوم جبت لكم وصفة سهلة مهلة. كيف قلت لكم من قبل، المبتدئات او شي وحدة بغات تنوع في سباكيتي ديالها. سباكيتي في الفرن، تديروا سباكيتي مع شوية الملحة والماء غليان، ولا بغيتي ديروا شي ورقة سيدنا موسى او لا بغيتو شي منسم ديروه. المهم تتسلق سباكيتي مزيان، تنخليوها تسلق، تنوجدو لاصوص. انا عزيزة عليا لاصوص، عزيزة عليا الطوماط سوريزا، تجي زوينة في المذاق ديالها، يعني جديدة بزاف. تنضيف لها واحد المعلقة ديال الطماطم المركزة صافي، وتندير لهم التوابل، ثومة كيف ما تتشوفوا ها هي مطيشة، تنديروا الثومة، هذا الفلفلة الحمراء، الفلفلة اللي تتكون بيو بحال الصفراء، شوية سكينجبير والثومة، وتنديروهم نعملوهم في الهشوار. تنزيدوا بعدا واحد الشين سكويس تاع الماء الا بغيتو، ما بغيتوش الا كانت عندكم طريه بحال هكا تنديروهم في الهشوار. تدخلوا على الباكيتي ديالنا بعدا، تنصفيوهم، تنحنوا المسائل ديالنا في الهشوار، تندير واحد المقيله فوق العافيه صافي، تندير فيها شويه الزيت، وتنديروا لاصوص طوماط طيب. نسيت واحد المقطع التمحاليه، تديروا كفيته، مقطع ديال الكفته التمحاليه. المهم تنديروا لاصوص، تنديروا عليها كفيته صافي، تطيب معاها. ملي تطيب مزيان تنديروا مليحه، لان نسيت ما درت شي مليحه. مي تتقرب صافي الطيب، تنعرفوها قربت الطيب، تنزيدوا عليها شويه تاع الربيع كيف ما تشوفوا، وصافي مليحه. الى انا ما عرفتش كيفاش تحيدي هذاك المقطع تاع الكفته، المهم ماشي مشكل. تجيب لهاد لاصوص زوينه ولذيذه صافي، تنديروا مليحه، تنطيبوها مزيان. ملي تطيب لاصوص تنهزو، نديرو تنشدو سباكيتي ديالنا اللي في المول، تنديرو على شكل عشيشات كيف ما تشوفو. تنحتاجو الفروماج مربع، وتنحتاجو فروماج مبشور وفيه الموتزاريلا وفروماج حمر صافي. تنديرو ديك لاصوص على دوك العشيشات اللي درناهم على شكل عشيشات ديال السباكيتي صافي، تنبسطوهم. ملي تنبسطوهم تنديروا عليهم داك الفروماج الكاري وفروماج مبشور صافي، وتندخلهم الفران. اللي تيكون طبيعه الحال مسخن من قبل، او لا ما بغيتوش حتى تدخلوها اللي تشعلوه، ما يعني ما تحتاج شي حاجه. المهم تجي ساهله مهله ولذيذه البنات، ما نقولش لكم الدفا زوينه بزاف. والسباكيتي راه لذيذه بلا اي حاجه، احنا عارفينها، وهاد الطريقه يعني سهله وتجي زوينه، تجي في المنظر زوينه صافي. من بعد تنقطعوها، تنهزوها على شكل بحال العشيش في الطبيسه صافي، وتتكل تجي لذيذه بزاف البنات. نتمنوا انكم تجربوها، وما نكونش تقيلة على قلوبكم، كل خفيفة ظريفة ان شاء الله. مرحبا بكم عندي البنات في القناة، ما تنساوش تابوناو عندي، وما تنساونيش من لي جميع البنات. مرحبا بكم والف مرحبا في قناتي. راه الوصفات اللي تنقدم لكم زوينين وسهلين بساط، لاي مبتدئة او لاي ربة بيت او اي زوجة، او مهم تيجيو بنان بنان البنات ولداد. تيجي سميتها تاكليها هكاك، فيها اللذه تاع الفرماج، فيها اللذه ديال لاصوص. مرحبا بكم عندي في القناه البنات، والف مرحبا. ما تنساونيش البنات من لي جيم، لي جيم البنات ما تنساونيش منهم، وشي كومونتير اللي تيكون تيدفعنا للقدام وتيشجعنا. وشكرا لكم، ومرحبا والف مرحبا.